بنات كتير بقى، ومناسبه البنات الحلوين بلد محمد سامي. بيقول لك طبعا كفايه انا منها. طبعا يلا علينا ناس جمال، ودي حقيقه. اصحابي كلهم من الاباظيه من الشرقيه. خلينا نقول بس مش في الشرقيه، بنات كتير الحقيقه طبعا دلوقتي داخله الجامعه وابتدت تستعد لدخول الجامعه، وفكره بقى البحث عن الجمال، وفكره ان هي بتفكر البنات كتير قوي انها تحط عدسات لاصقه. هل العدسات بتبقى مضره للعين؟ واحنا بنحضر الحلقه الحقيقه لقينا بنات كتير جدا، نسبه كبيره جدا وعدد كبيره بتعمل ده.